وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مالبون المتخصص في الشأن الإيراني والأحوازي ميثاق عبد الله. سيد ميثاق، مرحبا بكم. حديث عن مواجهة إيران العقوبات الأمريكية، وذلك عن طريق تقديم حوافز للمستثمرين. برأيكم، هل تستطيع تلك الحوافز في القفز على العقوبات الأمريكية؟ طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي كوادر قناة الرافدين وجميع شعبنا العربي في جميع أنحاء الوطن العربي. وثم أن طبعا اقتصاد بلاده يرسم الانهيار ساردا ما قال أنها الأدلة على صحة توقعاته. طبعا حسب ما نقلت روسيا في الأيام السابقة أن تصريحات للخبير أحمد حسيني أدل بها لموقع روسي، فإن الإضرابات الحالية التي تشهدها البلاد على مستوى القطاعات التجارية تهدد الاقتصاد الإيراني بشكل جدي. طبعا حاول حسن روحاني بتصريحاته أنه يوجه أن الاحتجاجات والإضرابات التي توصل إلى الناحية الاقتصاد الإيراني هو أن يضيق الحصار على مضيق هرمز المتواجد على الأراضي الأحوازية. وكذلك هنالك كانت انهيارات اقتصادية كذلك للدور الفارسي في المناطق الجنوبية للعراق، وكذلك شهدت الدولة الفارسية التي محتلة عدة أقاليم وشعوب غير فارسية أنها شهدت انتفاضات عارمة في جميع أنحاء البلاد التي اكتسحت الأقطار المحتلة لتلك البلاد. طيب. وطبعا الآن الدولة الفارسية تحاول أنها تهدئ الوضع الاقتصادي في إيران التي يتجه نحو الدولار في مقابل الريال الإيراني، اليوم أساسا في إلى 110 دولار 110 آلاف إيراني مقابل الدولار الواحد، وهذا يعتبر صراحة انهيار اقتصادي كبير. وللمرة الأولى في جغرافيا سياسية ما تسمى إيران في جميع تلك الثلاثين عاما التي مرت بها الدولة الفارسية في جميع المحاولات الخداع لشعبها ولجميع منظماتها الاقتصادية. طيب. سيد ميثاق، 112 ألف ريال إيراني مقابل الدولار الواحد، هل يمكن إيران أن تخرج من هذه الأزمة بدون خسائر سياسية سيد ميثاق؟ طبعا مستحيل أن تخرج من هذه الأزمة، لأن صراحة الدولة الفارسية فقدت مصداقيتها عند الشعوب التي احتلتها تحت النظام التشيع الفارسي الصفوي صراحة، لأنها أن ظنت الآن بالجنوب أن تختن بالتصاعد، ولكن قد بدأت الاعتصامات المفتوحة وكذلك نصب الخيام من مدن البصرة والمثنى، وزاد أعداد المتظاهرين أكثر من قبل، وهناك إصرار على المضى قدما بالتظاهر حتى تحقيق المطالب. وكذلك كانت هناك مظاهرات تكاتفت بها في غطرنا الأحوازية المحتل، لأن صراحة تلك الشعوب التي احتلت من قبل الدولة الفارسية الآن تعاني المجاعة الكبيرة في تلك الأقطار. سيد ميثاق، يعني إلى أي مدى سيؤثر هذا التراجع في العملة الإيرانية على المواطن الإيراني؟ هل سيفتح هذا الوضع الباب لمزيد من الاحتجاجات في إيران، في العاصمة إيران وبقية المناطق؟ صراحة الدولة الفارسية تعاني أكثر من عامين يعني تلك الاحتجاجات، ولكن لم تستطيع إهداء تلك الاحتجاجات إلا بقمع من قبل قوات مكافحة الشغب لتلك المظاهرين، ولم توفي بوعودها لتلك المتظاهرين صراحة. الآن الدولة الفارسية هي بانهيار اقتصادي كامل، والشعب الآن يعاني من مجاعة كبيرة في داخل جغرافيا سياسية ما تسمى إيران، كذلك حتى في المدن التي كانت صراحة سابقا لم تشهد أي مظاهرات عارمة، شهدت تلك المدن التي كانت الدولة الفارسية تسميها بالمدن المقدسة أو المدنسة كمدينة مشهد أو القوم الإيرانية التي تابعة للحوزات العلمية. سيد ميثاق، في ظل تسارع الأحداث وتصاعد وتيرتها، كيف يعني ترى مستقبل النظام في إيران؟ طبعا النظام الفارسي صراحة هو نظام مقبل إلى الانهيار لا محال. النظام الفارسي ونظام الدولة الفارسية
لازم ينهار، وكذلك هنالك شعوب المحتلة والمنطقتين المناهضتين صراحة بشكل تام، كمنطقة الأحواز العربية المحتلة ومنطقة بلوشستان المحتلة، دائما كانت معارضة لهذه النظام الفارسي الغاشم التي لم يوفي بوعوده منذ مجيء الخميني المقبور التي وعدهم بالعيش الكريم، وكذلك حتى الفيدرالية والنظام الحكومي الفيدرالي لتلك المناطق المحتلتين، وكذلك المناطق أخرى كأذربيجان وكذلك كردستان وكذلك تركمانستان التي احتلت من قبل تلك الدولة الفارسية. كان معنا عبر الهاتف من مالبون المتخصص في الشأن الإيراني والأحوازي ميثاق عبد الله، شكرا جزيلا لكم.